أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بتبدأ من 194 ألف، والتقسيط الشهري 600 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. في الفيديو ده هقول لكم على أسعار الشقق اللي هتنزل تبع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أسعار الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي بعد اعتماد مجلس الوزارة. وقالت السيدة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إنه تم تحديد سعرين لطرح الجديد في شقق الإسكان الاجتماعي، هيكون 207 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وكمان كما يصل سعر الشقة 194 ألف جنيه بمحافظات الوجه الإبلي اللي هي الصعيد، على أن يتم طرح الشقق بدون حصة في الأرض بخلاف مبلغ الصيانة اللي هو بيبقى 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد. وأكدت أن الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي هيكون خلال شهرين من النهاردة بعد موافقة مجلس الوزارة على الطرح الجديد. تحديد الأسعار والأماكن الخاصة بالطرح الجديد، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022. تستعد وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الشقق المتبقية في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل. في شقق عندهم هي فاضلة كم واحدة كده هينزلوها بأسعار أقل. أماكن شقق محدودي الدخل 2022، محافظات الإعلان الجديد من الإسكان الاجتماعي هي الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء. بفوائد 50 ألف في البنك الشهري. هنا الأقساط الشهرية لشقق إسكان الشباب 2022. الأقساط الشهرية بيتم أولا سداد 15 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، فلو كانت الوحدة ب 194 ألف هيتبقى 179 ألف بعد ما تدفع 15 ألف جنيه. وقت الاستلام هيتم سداد دفعة الاستلام والتي بتقدر ب 20 ألف بشكل متوسط، يمكن ان هي تزيد او تقل وفقا لحالة العميل من ناحية سنه ومرتبه. فهيتبقى من ثمن الشقة حوالي 159 ألف جنيه، هيتم تقسيطهم على مدة التمويل اللي هي ممكن توصل 30 سنة طبعا على حسب سن العميل، بنظام تمويل عقاري بفايدة 3%. لو كانت مدة التمويل 30 سنة هيكون القسط 666 جنيه كل شهر، ولو كانت مدة التمويل 20 سنة هيكون القسط 878 كل شهر. طب ايه هي مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي؟ شقق الإسكان الاجتماعي اللي هيتم طرحها هتكون كاملة التشطيب، عبارة عن 90 متر، هي 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة. الشقق تكون جاهزة على الاستلام فور انتهاء الحجز والتقسيط وتقسيس، يعني هيخصصوا الشقة وحجز شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد هيكون من الوحدات السابق طرحها في الإعلانات السابقة ولم تحجز حتى الآن. الإسكان الاجتماعي الإعلان 16/2022، الحجز واحدة من في مشروع الإسكان الاجتماعي، عشان تحجز وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي هيتم المرور بعدة خطوات. بتروح المكتب البريد وتشتري كراسة الشروط وتدفع جدية الحجز الخاصة بالمشروع في مكتب البريد، واللي هي بتتراوح ما بين 12 ألف أو 15 ألف وفقا للمساحة، يعني لو 15 ألف اللي هي المساحة 90 متر. لكن هذه الخطوة لازم ننتظر الإعلان عند موعده من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، لازم نستنى لما الإعلان ينزل. الخطوة الثانية التقديم بقى على موقع الإلكتروني، هترفع أوراقك المطلوبة وانتظار نتيجة التقديم، والتي بيبدأ بعدها سداد الأقساط اللي هي نظام ربع سنوي كل 3 شهور بتدفع قسط. الخطوة الثالثة بعد انتهاء سداد الأقساط الربع سنوية، وهي الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات وتحويل الملف إلى جهة التمويل،
ثم استلام الوحدة محل الحجز إذا كان المتقدم متوافق مع كل الشروط واتقبلت شروطه. بالنسبة لكراسة الشروط بيتم شرائها من البريد بمقابل 150 جنيه. طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي بيدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات العائد 3%، وفترة السداد بتوصل لحد 30 سنة بعد سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية كمقدمة حجز للوحدة. أصدقائي الأعزاء، يا رب تكونوا المعلومة وصلت، ولو لكم أي استفسار ممكن تكتبولي في التعليقات. اللي يشوف قناتي أول مرة أتمنى يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك ومشاركة للفيديو عشان ناس كتير تستفيد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.